أحسن الله إليكم. المرسل سالم عبد الرحمن من جدة يقول: هل من الواجب على الحاج أن يأتي المشعر الحرام في المزدلفة فيرقى عليه ويستقبل القبلة فيحمد الله ويكبره ويوحده ويدعو حتى يسفر الفجر؟ وهل إذا لم يفعله الحاج لعذر أو دون عذر ينقص من أجر حجه؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. هذا العمل مستحب، مستحب له أن يذهب إلى الجبل الذي هو المشعر الحرام وأن يستقبل القبلة، وأن يقف عند الجبل ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر جدا، هذا بعد صلاة الفجر، هذا بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بقي في منزله في أي مكان من مزدلفة ودعا الله فيه بعد الفجر حصل المقصود والحمد لله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في المزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطني محسر، وارفعوا عن بطني محسر. ففي أي مكان مزدلفة صلى الفجر ثم دعا بعد ذلك إلى قبيل طلوع الشمس فإنه يكون قد عمل السنة، وأما ذهابه إلى الجبل ودعاءه عنده فهذا من الأكمل والأفضل إذا تيسر. نعم.